وليعلم الذين نافقوا. يبقى الآية السابقة ربنا عز وجل قدر هذه الهزيمة ليتميز المؤمنين ويتميز المنافقون. ليتميز المؤمنون وليتميز المنافقون. وليعلم الذين نافقوا. أنت عارف أن المنافقين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عدد النبي، كان عدد الجيش المسلمين كانوا 1000 رجل، ومع بداية المعركة انسحب المنافقون وكانوا يمثلون 1/3 الجيش. تخيل وانت بتحارب، وبتحارب كام؟ 3000، بتحارب المشركين، تخيل 1/3 الجيش، انت اصلا قليل 1000، فثلث الجيش ينصرف في حركة تزعزع صمود الجيش وتهز ثباته. وده حال المنافقين. عشان كده لازم يتميز الصف. لا، مش عايزين منافقين، لان وجودهم وان كانوا كثيرين لكن يخذلون المسلمين بسبب هذه المواقف المخزية. فغزوة أحد كشفت المنافقين اللي هربوا من المعركة. وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. المسلمون المؤمنون لما شافوا المنافقين سايبين الجيش ومروحين وبيفروا، فبيقولوا لهم تعالوا قاتلوا معانا. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله، الجنة ونعمها لا تخافون. بيفتكروا ما بيكلموا مسلمين زيهم، هما بيكلموا منافقين لا بيفكروا في الجنة ولا في النار، بيفكروا في الدنيا فقط. طب بلاش تقاتلوا في سبيل الله، خليكم معانا كتروا سوادنا، كتروا عددنا. تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. لما المشركون يشوفونا كتار وكثيرون يخافوا، ما تحاربوش بس ما تفروش من المعركة، لأن ده ممكن يتسبب في تسلط المشركين علينا لما نكون أقل في أعينهم. بص بقى خبث المنافقين. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. احنا مش شايفين قتال ولا حاجة، أهو مفيش حاجة، مفيش مشاكل خالص. يمسكوا العصايه من النص، مش عايزين يعلنوا عن وجههم القبيح بشكل واضح. قالوا ده مفيش قتال ولا حاجه، لو في قتال كنا هنبقى معاكم. ده احنا خارجين والمشركون يتميزون ايضا من غزوه بدر، وجاءت الاخبار بانهم سيدخلون المدينه. حتى النبي استشار صلى الله عليه وسلم، نخرج نقابلهم ولا نتحصن بالمدينة؟ قالوا لا، نخرج نقابلهم. فكل دي بوادر لحصول قتال، والمشركون متاهبون. ومع ذلك بكل برود يقول المنافقون لو نعلم قتالا لاتبعناكم. مش قتال ولا حاجة، السلام عليكم، احنا مروحين. مروحين وسايبين الجيش المسلم في هذه الأزمة. فعلا تميز بقى هنا الصف وتبين المؤمنون من المنافقين. حتى ربنا قال يقولون هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. ده مش سلوك مؤمنين أبدا، ده سلوك كافرين. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. مش دي الحقيقة. هم لو عارفين اللي فيه قتال مش هيقتلوا برضو. هم بيخافوا على نفسهم قوي، وبيخافوا على دنياهم قوي، وعندهم جبن متمكن من قلوبهم، لان هم مش بيؤمنوا بالجنه ولا بيعملوا الاخره، فعايزين دنيا 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 فقط، فخايفين يموتوا. لو ماتوا تنتهي الحياه بالنسبه لهم. بعكس المسلم، المسلم اما نصر واما شهاده، اما غنائم واما نعيم في الجنه. فاقوى جندي على وجه الارض جندي المسلم، ده حقيقه. حتى قال قائد المسلمين مرة جئناكم بقوم أحرصوا على الموت من حرصكم على الحياة. إحنا عايزين الموت أكتر ما أنتوا عايزين الحياة. يعني إحنا مش باقيين على شيء، خارجين مش راجعين. ده لما يكون الإيمان عامر في القلب.
يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، بس ربنا يعلم خائنة الأعين وما تخفي وما تخفي الصدور، والله أعلم بما يكتمون. المنافقين ممكن يقولوا تبريرات وأعذار كده للمسلمين، لكن ربنا يعلم من المنافق ومن المسلم، من الصادق ومن المخادع، من المؤمن من الطائع ومن العاصي، والله أعلم.